طبعا مش هينفع نتقابل في مكان زي ده، ممكن اي حد يشوفني معاك. نتقابل عندك؟ طيب في حد عندك؟ مش هيستحمل اكتر من كده. انا شايفه انه هيترجم غضبه وسكوته في كل مره ما يقدرش يتكلم فيها بشكل عنيف وانتقامي. يا وهرس وضميل، يا وهرس وضميل. معلش يا استاذ، نصيبك كده. يا هرس مراتي، انت هتتفرج عليا؟ مطبوعه مطبوعه. ايه الاخبار؟ الحمد لله. ده بابي خرج من المستشفى، راح على المكتب. تخيل، راح على المكتب. انا حاولت امنعه والدكاتره نفسهم قالوا لا، بس ما رضيش طبعا، انت عارفه بقى. طيب انا شويه كده هروح له. قولي لي انت عامله ايه؟ كويس. انت لسه زعلان؟ بص يا دينا، طول ما احنا بنصرح بعض بكل حاجة عمر ما يحصل بينا مشاكل، ماشي؟ انا مش عايز انزل واسيبك كده لوحدك في البيت، واظن ان صعب قوي ان احنا نرجع تاني. فشوفي بقى، لو انت تعرفي تجيبي اي شغالة هاتيها النهاردة. دي حاجة سهلة؟ مش انت اللي كنت بتقولي من بكرة اجيب شغالة احسن منها؟ ورينا شطارتك بقى. طب عايزاني اكلم ماما خليها ترجع حنان؟ انا هبقى اكلم طنط واقول لها. انا قصدي يعني اللي يريحك، يعني مش لازم ماما تختار شغال. لو انت حتى واحده صاحبتك تعرف مكان بيجيب شغالات. لو بصي بصراحه بقى، انا ما عرفتش انام امبارح وانت مش موجوده. بيت من غيرك وحش قوي. ايوه يا اسراء. ايوه يا استاذ علي، انت فين؟ اتاخرت ليه؟ انا جاي، انا في البيت وجاي. حاضر جاي. ايه في ايه المشكله؟ انا ما اتاخرتش عن ميعادي الطبيعي يعني. طب خلاص اقول له يستنى. صحيح، الاستاذ عايزك تجيب معاك النسخه اللي انت اخدتها من ملف قضيه سامح الصرفي.
انا معيش نسخه اساسا من ملف سامح الصرفي، وانا قلت للاستاذ ان انا مش عايز اشتغل في القضيه دي. خلاص اقول له يستنى. لا لا لا، قولي له بس ان انا معيش الملف وانا هكمل له الكلام بقى لما اجي. مش نازل غير لما افطر، لسه خارج بقى من المستشفى وعايز يعوض كل اللي فاته. اوه مش هنخلص. ايوه يا اسراء. وحشتني. مش عارف ترد ولا ايه يا علي؟ الظاهر بقى ان الموز جنبك. قلت لك قبل كده 100 مره بلاش الطريقه الزباله دي. ليه؟ هي مش موزه؟ خلاص ما تزعلش، انا بس بحاول احسسك بقيمه النعمه اللي في ايديك. اصل في ناس يا علي ما بيكتفوش باي حاجه مهما اخدوا، وكل ما ربنا بيديلهم بيبقوا عايزين اكتر. اه يا اخي سبحان الله، بني ادم ما يملاش عينه غير التراب. والله نفسي اقعد وادردش معاك بس الظروف مش سامحه. قول لي اخبار الاستاذ ياسين ايه؟ بتسال عنه ليه؟ يعني انا عايزك تبطل الحركات دي، بطل تحاول تتزكى عليا، ما تحاولش تاني انك تعرف حاجه انا مش عايز اقولها لك، لان في ناس غاليين عليك ممكن يدفعوا الثمن. انت اللي ضربت عليه نار. ها؟ يمكن، وحسيبك طول اليوم تفكر في ليه وازاي. اهم حاجه عايزك تعهدني انك ما تخرجش تاني بره الاتفاق اللي احنا متفقين عليه. انا مفيش بيني وبينك اي اتفاق. لا في يا علي، بص انا هشهدك على نفسك، انا قلت لك تروح شقه المبطل تاني. اسمعني يا علي، لو عايز ترتاح ما تفكرش بالطريقه دي، خلينا في المهم. الشنطه فاكرها؟ اخبارها ايه؟ موجوده. كويس، خدها معاك بقى وانت رايح المكتب النهارده، وعلى اخر اليوم هكلمك. صباح الخير. ايه مش هتقولي اتفضل؟ استاذ صلاح انا اسفه بس حضرتك تتفضل تشرب الميه وتمشي، لان ما ينفعش ابدا تجيلي البيت من غير ميعاد. ما هو انت ما بترديش على التليفونات، وامبارح اتصلوا بيكي في البيت ما حدش رد. كان في ظروف عشان كده انا جاي اطمن. علي ممكن يرجع البيت في اي وقت، وانا بجد مش عايزه مشاكل. حضرتك ممكن تتفضل وانا هبقى اجي لك المكتب في اي وقت. طب وليه تتعبي نفسك؟ الموضوع بسيط، احنا كان في بينا اتفاق وانا التزمت باللي يخصني. ازاي؟ الملف معاكي. بس مش انت اللي جايبه. مش مهم، المهم انه معاكي، ولولا اللي انا عملته ما كانش هيوصلك. بس انا مش شايفه كده. مدام دينا احنا اتفقنا لو ابتدينا مش هينفع نرجع تاني. طيب انا ممكن اعوضك، شوف عايز تاخد كام وانا هدفعهولك. انت عارفه ان اخر حاجه بفكر فيها هي الفلوس. استاذ صلاح انا كنت فاهمه غلط، واحنا خلاص اتصالحنا، وانا مش هقدر اعمل اللي انت عايزه، مستحيل. اوكي انا مقدر موقفك واسف كنت ازعجتك. انت ما تعرفيش انت غاليه عندي قد ايه، بس عشان اثبت لك مدى معزتك عندي هقول لك على حاجه عمرك ما سمعتيها قبل كده. لما اتحبستي اسبوع في قضيه تعاطي الهيروين كنت انا ساعتها بشتغل مع الاستاذ ياسين في القضيه، وانا اللي حجزت لك بنفسي في مركز علاج الادمان.
ما تصوريش انا ببقى سعيد قد ايه لما بشوفك كويسه. اوعى ترجع على السكه دي، السكه دي وحشه. يا ترى الاستاذ علي يعرف الموضوع ده؟ اكيد اكيد انت بتقولي له على كل حاجه، ما انت ما بتخبيش عنه حاجه، خصوصا لو موضوع مهم زي ده. عموما انا في مكتبي، فكري وكلميني. سلام. دكتورة. لا 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 خلاص انا نازله دلوقتي حالا اهو. اوكي مع السلامه، باي باي. ايه يا الهان؟ معلش يا تامر انا لازم انزل دلوقتي حالا. على فكره انا قلت للاستاذ عبد المنعم ان انا عندي ظروف. اوكي. ايه الظروف دي؟ هو مين الست الدكتوره اللي انت نازلها اصلا؟ انت ما كلمتنيش عنها خالص. معلش يا تامر ما جاتش مناسبه يعني، وبعدين دي قريبتي من بعيد. بص انا هنزل دلوقتي واشوفك بكره. اوكي. انت متقدم لك حد؟ انت بتقول كده ليه؟ راسك متغيره بشكل واضح من ساعه لما قابلتيها. ايه بقى جايبه لك عريس بقى وبتفكري وكده؟ اعتقد ان حتى لو ده حقيقي فده موضوع بيخصني. ليه؟ هو انا عملت حاجه تضايقك؟ ابدا والله يا تامر، بس انا مش عارفه اقول لك ايه. يا هو اللي بينا ده حاجه بسيطه قوي كده؟ طب ليه خليتيني اقابل باباكي؟ تامر انا ما خليتكش تقابل بابا، انت لا 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 خلاص ربنا يوفقك بجد. كويس ان انا عرفت، او كويس ان انا سالتك فعرفت. يلا عشان ما تتاخريش على ميعادك. ايه مالك يا الهام؟ شكلي كده هضطر اسيب الشغل. بصي بقى يا ستي، انت لو كنتي فعلا بتحبي زميلك ده بجد ما كنتيش هتجيلي دلوقتي. وبعدين ما ينفعش تفكري ترتبطي بأي حد دلوقتي من غير ما تخلصي من موضوع تيسير. حرام، هتبقي بتظلميه وبتظلمي نفسك. معاكي حق. المهم احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ شوفي انا ما احبش اعرضك لأي مواقف محرجة، بس بصراحة لما فكرت ما لقيتش غير حل واحد بس، وافتكر انك هتوافقيني عليه. ايه هو ده؟ انا هكلم مامة تيسير النهاردة وهخليها تجيب له سيرتك. لا لا اسمعيني بس، لو كان رد فعله ايجابي هخليها تشجعه انه يجيلي، ولما يجيلي انا هشجعه انه يتقدم لك. الهام انا عايزاكي تفهمي حاجه مهمه جدا، اوعي تفتكري انك كده بتقللي من نفسك. انت عارفه كويس ان تيسير محتاج حد يشجعه عشان يتقدم لك، وخصوصا بعد اللي حصل بابكم. يا دكتوره انا ما بفكرش كده خالص، انا بس خايفه من اللي ممكن يحصل بعد كده. يا ستي ما تخافيش من اي حاجه، ربنا يسهل. علي علي ايه ده؟ حلوه الشنطه دي قوي، جايبها منين؟ انت فين يا عم؟ انا عمال ادور عليك من الصبح، رحت لك مكتبك مش لاقيك. شفت اللي حصل لي؟ فشان عربيتي اتحرقت. اتحرقت؟ اه بس انا كنت مأمن عليها الحمد لله. سامي صباح الخير يا استاذ علي. صباح النور. ما شفتش شيرين؟ انا ما حدش يجيب لي سيره شيرين دي خالص، اشمعنى انا؟ هي شيرين ما جتش؟ لا دي نزلت من امبارح وما رجعتش، وسايبه حاجتها وتليفونها مقفول، والاستاذ عايزها ضروري. على فكره هو عايزك انت كمان، يا ريت تروح له. هدخل دلوقتي. ايه
اتأخرت بإيه؟ معقولة هتخرج من المستشفى على الشغل كده على طول؟ طب مش كنت ريحت لك يومين في البيت الأول؟ لا جرح سطحي تافه ما تاخدش بالك. على فكرة أنا قررت إن أنا أقبل القضية بتاعت خالد الصرافي وأنت هتشتغل معايا فيها. ما أنا قلت لسعادتك مليون مرة موقفي من القضية دي. خالد الصرافي بريء، مش هو اللي قتل المحاسب. وإيه اللي يخلي سعادتك متأكد أوي كده؟ اللي قتل المحاسب هو اللي حاول يقتلني. مين؟ سامح الصرافي. سامح الصرافي؟ سامح كان عايزني أخسر القضية بتاعة أخوه، ولما رفضت. إيه علي مالك بتفكر في إيه؟ لا بفكر في سامح الصرافي. سامح الصرافي كان عايز يسيطر على الشركة، عشان يوصل لكده لازم يبعد أخوه عن الصورة. أنا ما عنديش أدنى شك إن هو اللي ورا حادثة قتل المحاسب. ولو دورنا شوية هنلاقيه كمان هو ورا حكاية التهرب الضريبي، عشان كده فكر إن هو يضرب عصفورين بحجر، يخلص من فضيحة الضرائب وتحديدات المحاسب ويلبسهم لأخوه عشان يخلص منه. وهو ده بالظبط اللي إحنا عايزين نثبته عشان نجيب البراءة. سعادتك كده مش شايف إنك بتعرض نفسك للخطر؟ يا ابني ده قلبك يا أستاذ علي، أنت مش كنت عايز تطمن إن الراجل بريء؟ أديك اطمنت. الملف بتاع القضية أهو. عايزك تقعد بقى كده تقراه براحتك وتمزمز فيه وتطلع اللي في جنابك. وأنا مجهز لك دافع مهم هيحفزك على الشغل. مش فاهم. حسب معلوماتي إنك أنت المفروض تدفع القسط الأخير للشقة الشهر ده، يعني بعد كام يوم. وحسب معلوماتي برضو إن المبلغ ده ما هوش موجود معاك. استغربش. أنا من طبيعتي إن أنا بحب أبقى عارف كل حاجة عن اللي بيشتغل معايا. فما بالك بقى جوز بنتي. 100,000 جنيه مجهزهم لك. وعلى فكرة دول هيبقوا عربون بس مش المبلغ كله. إذا طلعتي لي أي حاجة نثبت بيها البراءة. الشيك جاهز ومامضي ومستنيك. نهاري عليك يا تيسير، معقول كل ده نوم؟ يا ابني قوم بقى، ما عنديش شغل النهارده. قوم بلاش كسل، قوم بقت واحده الظهر، يلا حضرتك الفطار. عارف مين جه على بالي النهارده؟ إلهام. معرفش ليه لقيت نفسي بفكر فيها. انت عايزه ايه بالظبط؟ انت مش كنت بتقولي لي ابعد عنها؟ والله يا تيسير انا حاسه كده ان هيبقى في نصيب بينك وبينها، ده احساسي بقى وانت عارفه. حاسه ان ممكن يبقى في نصيب؟ لا مفيش نصيب يا حبيبي. انا الاول كنت بقول لك ابعد عنها عشان كنت خايفه عليك، لكن انا عمري ما قلت عليها انها وحشه. لا او وحشه، وانا دفعت ثمن اللي انا ما سمعتش كلامك. ولو سمحتي لو سمحت انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده. صباح الفل يا كبير، منور مكتبك. جاي اصبح عليك على الصبح كده واقول لك خبر حلو قوي. ازيك يا نصر؟ فرحني. جبت لك قرار شيرين. شيرين؟ احكي لي. بس اولا البنت السكرتيره اللي عندكم بره دي بنت مش مؤدبه، انا كنت هغلط فيها وعشان خاطرك ما كانتش عايزه تدخلني. فكك منها واحكي لي. ها؟ انا مش هقول لك هات لي شاي، ومش هقول لك فطرني، بس هات لي حق من البنت دي. مش اللي بجيب حق انا الاول ولا بجيب لك حق؟ ما تحكي بقى يا نصر. الموضوع كبير قوي يا ريس، ونصيحه من اخوك الصغير نصر، فكك من الحوار ده. حط ايدك في سنانك واهبق وما تبصش وراك. تقصد ايه؟ هو انت مش بتسالني عليها عشان عايز تدوس؟ ادوس على مين؟ تانجج يعني. ايه يا عم الالغاز دي؟ انت فاكر نفسك جورج الكرداعي؟ ما تحكي ناس وخلصنا. يا ريس مش خليتنا نتقص على مدام شيرين عشان عايز ترتبط بيها؟ لا طبعا. والله افرض يعني. ما ينفعش. الست دي وراها لبش كبير قوي.
انت كده سمعتني الكلام اللي انا عايز اسمعه. لا باشا وكبير. انت كده بقى تشرب شاي وقهوه وسندوتش وحجر شيشه كمان. رستق كده واحكي لي من الاول كيفنا. استاذ. ايوه ندى. سامي بره ومسمي يدخل. عايز ايه؟ معرفش مش راضي يقول لي. معايا سامي. انا اسف يا فندم ان انا بضيع وقت حضرتك بس الموضوع في غايه الاهميه. انت خلاص ضيعت وقتي، ايه الموضوع؟ الموضوع ان شاء الله بخصوص شيرين. استغفر الله العظيم. انت يا ابني مش هتبطل الهبل اللي انت فيه ده؟ ولا انت عشان ابوك كان زميلي فاكر ان انا ممكن افضل افوت لك؟ انت مش متجوز ومخلف؟ ايوه يا فندم. طيب ايه بقى؟ انا مش فاهم حضرتك تقصد ايه بالظبط. لا فاهم كويس. في الاول قعدت تعكسها وترزل عليها لغايه ما هددتك انها ممكن تقول لمراتك. على فكره كل ده ما يهمنيش لانه خاص بيك انت. انما بالنسبه للشغل سايب شغلك وداير ورا تفاهات خايبه ممكن توديك في داهيه. والله يا استاذ مش انا اللي هروح في داهيه، ده حضرتك. بتقول انت اتجننت ولا ايه؟ لا انا اسف انا ما اتجننتش ولا حاجه، بس انا لولا خايف على حضرتك جدا انا ما كنتش شغلت حضرتك بالتفاهات بتاعتي. شيرين كانت متجوزه وطلبت الطلاق من جوزها عشان تتجوز واحد تاني. الراجل ده بقى اتجنن في عقله وارتكب جريمه الشروع في قتل
وهربان من حكم 15 سنة. عارف حضرتك كان عايز يقتل مين؟ يقتل الراجل اللي كانت عايزة تتجوزه، ضربه بالنار من ظهره وتسبب له فشل الرباعي. ودي مش أول مرة يحاول يأذيها أو يأذي أي حد يقرب لها. أنا ما انكرش إن أنا حاولت معاها، وعلي كمان، وحضرتك يعني حضرتك اتضرب عليك نار، وأنا عربيتي اتحرقت، وربنا يستر إيه اللي ممكن يحصل تاني. حضرتك لو مش مصدق كلامي ممكن تتصل بمكتب الدكتور هشام الحدق وتسأل على واحد اسمه إيهاب عطية. طب اتفضل على مكتبك انت دلوقتي. أنا آسف جدا إن أنا ضيعت وقت حضرتك السنين. يا مدام ندى، شيرين فين؟ كلمتيها في البيت؟ طب شوفي لي نمرة اللواء شاكر طحان. الحمد لله. اتفضلي. تاكلي ايه؟ طيب مش قبل ما تسالني اكل ايه وتترسم عليا بالفلوس اللي بتقبضها من ياسين بدوي بتاعك ده، تقولي الاول هنعمل ايه؟ هنتعشى. تيسير انا ما بهزرش. وبعدين تعالى هنا انا عايزه افهم حاجه، انت ازاي تروح تشتغل عند اللي اسمه ياسين بدوي ده؟ مش ده يا تيسير الراجل اللي كان السبب في ان باباك يدخل؟ انت يا انت يا عرفتي ازاي؟ انا حمارة مش كده؟ بصي يا تيسير، انت عارف ان انا ما بعرفش اكتب عليك بصراحه، دكتوره منى هي اللي قالت لي. يا تيسير انت عارفني كويس، انت يعني بتشك ان انا جايه قبلك علشان اضحك عليك مثلا؟ ممكن اجي قبلك لاي سبب تاني غير اني فعلا بحب. وبعدين يا سيدي خلاص بقى، انا بعتذر لك عن اي حاجه اكون قلتها او عملتها وجرحتك. خلاص انا مش زعلان خالص. تيسير انا عايزاك تيجي تقابل بابا النهارده، مش بكره ومش بعده. انا وانت الاول كنا مع بعض في الجامعه وكان طبيعي اننا نتقابل، لكن دلوقتي يعني انا مش عايزه بس احس ان انا كل ما اجي اقابلك او اكلمك بتأنيب ضمير، احس ان انا بعمل حاجه غلط. وبعدين بقول لك ايه، انا جايه من غير ما اتعشى وعايزاك تعزمني. يلا اطلب لي شيش طاووق بسرعه. يلا ماشي. بس عشان ما تتوقعيش حاجه وما تحصلش،
باباكي مستحيل مش هيوافق. تيسير، انت طول ما انت متوقع الرفض بسبب المشكله اللي عندك عمرك ما هتحل حاجه وهتفضل واقف في مكانك. اللي عايز حاجه لازم ياخدها ويجرب. انا مش عايزه حاجه من الدنيا كلها غير انك تفضل جنبي. مش عايزه يوم يعدي عليا ما تكونش جنبي فيه. انا بحبك. وانا كمان انا عارفه. ايوه يا حسين، في واحد عايز يروح يحضر بره. طيب خليه يتفضل. اتفضل. مساء الخير. اهلا وسهلا، اتفضل. مين حضرتك؟ انا عبد الجليل الحسيني والد الهام. اه تشرفنا. ممكن اعرف حضرتك عايزه ايه من بنتي بالظبط؟ يا سيدي مش عارفين نودي جمالك فين دلوقتي. بقى لازم تتحرك بسرعة لأن الناس مستنينك. ناس مين؟ ناس حبايبك مستنينك في دار السلام. دار السلام؟ منطقة اسمها دار السلام. ايه ما رحتهاش قبل كده؟ عايز نعمل ايه هناك؟ ابدا، حاجة بسيطة جدا. عايزك تاخد الشنطة وتروح دار السلام دلوقتي حالا. في واحد اسمه الخواجة مستني انك تكون عنده الساعة 10، يعني بعد ساعتين بالظبط. الخواجة ده ساكن في شارع اسمه كلاب. اوصل لغاية عنده واديله الشنطة وهو حيديلك شنطة تانية. شنطة تانية؟ الشارع ده فين في دار السلام؟ ورقم كام؟ رقم ايه يا علي؟ لما توصل بس انت الشارع اسأل عن الخواجة وألف من يدلك. اه يا علي، بعد ما تدي الشنطة للخواجة لازم تقول له خليل النجم بيسلم عليك. ها؟ هتقول له ايه يا علي؟ ها؟ خليل النجم بيسلم عليك. حلاوتك. يلا بقى قوم بقى كده وتحرك، المشوار طويل وانت يا دوبك تلحق. والشنطة التانية دي هعمل بيها ايه؟ انا هبتصل بيك بعد 3 ساعات بالظبط واقول لك. انا ما عنديش استعداد انك تطلب مني اي حاجة بعد كده. ما تقلقش يا علي، مش هتسلم اي حاجة تاني لأي حد. النهاردة كله هيخلص. يا ريت بس تكتب اسم خليل النجم في ورقة عشان ما تنساش. يا سيدي مش هنسى. علي، اللي انا طالبه منك النهاردة ده خدمة كبيرة قوي ليا، ولو طلبتك بعد كده هيبقى عشان ارد لك الخدمة. انا مش عايزك ترد لي اي حاجة، والخدمة الوحيدة اللي ممكن تعملها لي هي انك تحل عن سما اللي جابوني. كله بأوان يا علي، كله بأوان، ما تستعجلش. في ايه يا سارة؟ في واحد لواء جوه بيحقق مع الاستاذ في الحادثه اللي حصلت. هو مش قال انه مش هيبلغ؟ بس احنا عرفنا مين اللي عمل كده. مين؟ جوز مدام شيرين. طلقها ده طلع هربان من احكام، ويمكن يكون هو اللي ضرب نار على الاستاذ ياسين. ده مجرد احتمال بس اكيد هو اللي خاطفها. ده اكيد طبعا، ده هو كمان اللي حرق عربيتي. طلعتي وراه؟ ما توجهليش كلامه الا هلبسك تهمه هخليك يشدوك دلوقتي حالا على القسم. طب وانتوا عرفتوا الكلام ده منين؟ من مصادري الخاصه طبعا. طيب انا رايح مشوار مهم، لو الأستاذ سهل عليا قولي لي إن أنا نزل. علي، خد بالك بالليل يا علي، ما تمشيش لوحدك. باخد بالك.
اهلا يا استاذ. ازيك يا مشاوي؟ اخبار استاذ ياسين ايه يا باشا؟ الحمد لله كويس. هم مش هيحققوا في الموضوع يا باشا؟ هم بيحققوا عنده فوق. طب اصل انا كان عندي كلمتين عايز اقولهم. كلمتين ايه؟ بس انا متهيألي يا باشا ان انا شفت الواد اللي ولع عربيه الاستاذ سام، واكيد هو برضك اللي ضرب الاستاذ. الشكل عامل ازاي؟ انا متهيألي يا باشا ان انا شفته في العماره هنا، بس مش متاكد يعني. طيب هو ده كل اللي تعرفه؟ اه والله يا باشا. طيب بطلع اقول لهم الكلمتين دول فوق. اطلع. لا يا باشا ما ينزلوا براحتهم، بس انا ما بحبش احتك بالشرطه خالص يعني، الا اذا هم جم سالوني يعني. ماشي يا مشاب، اعمل اللي انت عايزه. السلام عليكم. سلام يا باشا. سلام. وعليكم السلام ورحمة الله. فين شارع الجلاب؟ خش الشارع ده شمال كده ويسأل قدام. شكرا يا راي. شكرا لله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شارع الجلاب منين والنبي؟ قالوا لك فين حتة سعادة الباشا؟ قالوا لي في دار السلام. طب ما دار السلام واسعة وكبيرة قوي. طيب مش عارف، مفيش حد طب اسأله؟ طب فين هو السمكانيكي؟ تاني شارع شمال. هو اللي هيدلك لأن هو قديم في المنطقة وعارف المنطقة. فاكرين يا حاج قوي. شكرا لله عز وجل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عمر يا استاذ. بقولك يا ريس، ما تعرفش فين شارع الجلاب؟ الجلاب؟ ايوه. انت عايز تروح هناك؟ ايوه عايز اروح هناك. عايز مين هناك؟ واحد معرفه. مين يعني؟ واحد اسمه الخواجه. الخواجه؟ لا معرفوش، وتوكل على الله من هنا احسن لك يا استاذ. في يا ريس؟ مفيش. الشارع اللي ورانا ده فيه اسم شرطه، روح واسال عليه هناك وهم هيدلوك، ومش عايزين وجع دماغ. يا ريس يا استاذ، انا راجل محامي والكارنيه بتاعي اهو، وعايز اروح هناك عشان قضيه مهمه. اه مدام محامي نخدمك بعينينا يا استاذ. بص يا باشا، اركن عربيت معليك هنا عشان مش هتعرف تخش بيها جوه، وانا هدلك. ماشي شكرا. اه العفو يا استاذ. الجلاب منين؟ خش على طول اول يمين. شكرا. معاك.
يا مالك انت راح فين؟ خليني اروح لك يا حفيد. اوه